بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 17. لن تغني عنهم أموالهم، هم بأيديهم أموال وبأيديهم قوات وبأيديهم غنى وثروة، الله أعطاهم هذا ابتلاء وامتحانا واستدراجا لهم، لكن هذه الأموال مهما كثرت وتنوعت فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. لو افتدوا بها قدموها فدية يفدون بها أنفسهم من العذاب فلن تقبل منهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلن تغني عنهم أموالهم لو أرادوا أن يفتدوا بها ويشتروا بها أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة. نعم، لو أنهم انتفعوا بهذه الأموال في طاعة الله، استغلوها في الجهاد في سبيل الله، لا أغنتهم وأفادتهم عند الله، لكن لما استعانوا بها على الكفر وعلى معاداة الله ورسوله وعلى الضرر بالمؤمنين فإنها لن تغني عنهم يوم القيامة شيئا، ولا أولادهم، لا تغني عنهم أولادهم مهما كثروا وصاروا أقوياء فإنهم لن يغنوا عنهم، لن يدفعوا عنهم. من العادة أن الإنسان في الدنيا إذا كان له أولاد وله أقارب وله عشيرة أنهم يدفعون عنه في الدنيا، لكن في الآخرة لن يدفع أحد عن أحد، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا أولادهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إلى أين يصيرون؟ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا مصيرهم، يتخلى عنهم الأولاد والأقارب ولا تنفعهم الأموال ويصير مآلهم إلى النار. أصحاب النار مصاحبين لها ملازمين لها ملازمة الصاحب لصاحبه لا يخرجون منها ولا يتخلصون منها، هم فيها خالدون. أصحاب النار الملازمين لها وأيضا هم فيها خالدون باقون أبد الآباد، لا يطمعون في الخروج من النار وما هم بخارجين من النار. هم فيها خالدون باقون ماكثون أبد الآباد، لا يرجون خروجا منها ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله العافية.
لو كان القصد أنهم يدخلون النار في فترة أو زمن محدود ثم يخرجون لربما هان الأمر، ولكن المصيبة أنهم خالدون فيها لا طمع لهم من الخروج منها، مبلسون آيسون من رحمة الله عز وجل. هذا مصير الكافرين، هذا مصيرهم في الآخرة. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لما ينفقونه من الأموال. هم ينفقون الأموال لكن ينفقونها في أي شيء؟ للصد عن سبيل الله عز وجل، ينفقونها للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أو ينفقونها من باب التقرب إلى الله بالصدقات والإحسان، تقربون بها إلى الله، فالكفار يتقربون إلى الله ويتصدقون وينفقون، لكن ما داموا على غير الإيمان فإنها لا تقبل منهم، الكفر يبطلها ويحرقها. فمهما عمل الكافر من الحسنات فإن كفره يحرقها ولا يستفيد منها شيئا. ولهذا قال سبحانه: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. هؤلاء زرعوا وسقوا زرعهم ونبت وأثمر وصلح شأنه أحسن ما يكون، ثم لما رجوا أخذه واستثماره أرسل الله عليه ريحا قوية، أرسل الله عليه ريحا من الرياح، ريحا قوية فيها صر أي برد شديد، فيها برد شديد، وقيل فيها صر أي فيها نار، فأتت على هذا الزرع المتكامل الذي ينتظر أصحابه أن يحصدوه ويستفيدوا منه، أتت عليه هذه الريح وهذا الصر فأهلكته، وهم يرجونه وينظرون إليه. هذا مثل عمل الكافر، مثل الزارع الذي زرع زرعا وقام هذا الزرع وتكامل ثم أرسل الله عليه ريحا فأهلكته. عمل الكافر وحسناته يأتي عليها الكفر ويحرقها، كما تحرق الريح التي فيها الصر تحرق الزرع، كما تحرق الزرع. فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ف
فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هكذا أعمال الكفار ضرب الله لها الأمثلة، لأن العمل الصالح لا ينفع إلا مع الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الأعمال الصالحة مع الكفر فإنها لا تنفع، والكفر يبطلها ويحرقها جميعا. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر، شوف الجزاء على الظلم. هؤلاء ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى حين أخذ زرعهم، حين أهلك زرعهم، ما أهلكه ظلما لهم، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. وما ظلمهم الله، لأن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه، فهو لا يعذب أحدا بغير سبب ولا ينعم أحدا بغير سبب. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، يحمد الله الذي وفقه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية فضل من الله، والإضلال عدل من الله، جزاء على الأعمال الكفرية. وما ظلمهم الله، ما ظلم الله الكفار حين أبطل أعمالهم، لأنها مؤسسة على غير هدى وعلى غير إيمان. كما أن الله لم يظلم الزارع الذي زرع وتعب ثم أرسل الله على زرعه الريح التي أهلكته، لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمونها بالكفر والمعاصي. لأن الواجب على العبد أن يأخذ نفسه إلى الخير والإيمان، لا أن يتركها وهواها وشهواتها فتقوده إلى الكفر والضلال. هذا ظلم للنفس، أنت راع على نفسك ترعاها كما ترعى الدابة، وأنت تمر على فتن وعلى شرور وعلى مغريات في هذه الدنيا، فلا تترك نفسك تضيع مع هذه الشهوات والمغريات، بل خذ بزمامها وقدها إلى الطاعات واصبر على ذلك، لأنها ستنازعك وتغالبك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فخذ بزمام نفسك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالطاعات
وقد خاب من دساها بالكفر والمعاصي والذنوب والسيئات، دسها في التراب بدل أن يرفعها إلى الخير. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين أن يتخذوا بطانة من هؤلاء المنافقين والكفار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون نداء الله ويمتثلون أوامر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المؤمنين. والبطانة هي خاصة الإنسان التي حوله، كل إنسان يحتاج إلى الأصدقاء، يحتاج إلى المستشارين، يحتاج إلى الناصحين، لا سيما إذا كان هذا الإنسان له شأن، إذا كان هذا الإنسان له شأن، إما ولاية وإما مال وإما أمر من الأمور المهمة، فهو لا يستطيع أن يستقل بنفسه في تدبير شؤونه وشؤون من تحت يده، لا يستطيع ذلك بمفرده، فهو بحاجة إلى البطانة، وهي الخاصة التي تكون معه تعينه بالرأي وبالمشورة وبتنفيذ الأعمال نيابة عنه. كل إنسان لا سيما ولاة الأمور إنهم بحاجة إلى البطانة، وهم لا يلامون إذا اتخذوا البطانة، لا يلامون على هذا، لكن أمرهم الله أن يختاروا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم، تنصح لهم، تعينهم. البطانة عليها مدار عظيم، مدار بطانة الإنسان لا سيما ولي الأمر، فليتخذ بطانة صالحة ناصحة من المؤمنين، تكون بطانته من المؤمنين، لا تكون بطانته من المنافقين والكفار، لأنهم لا ينصحون له مهما تظاهروا وتملقوا، فإنهم عدو، وكيف تتخذ العدو بطانة لك؟ هو لا يريد لك الخير، هو يدبر لك الشر ويحوك لك الدسائس، وإن أظهر لك التملق وأظهر لك النصح، إلا أنه بصفته من غير المؤمنين فهو غاش مهما كان، لا تأمنه أبدا، لا تأمنه أبدا. لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا فيه النهي عن اتخاذ البطانة السيئة من الكفار والمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم أشد من الكفار الأصليين، أشد عداوة، هم العدو، أحذرهم، قاتلهم الله، يعني المنافقين، أن يؤفكون. لا تتخذوا بطانة خاصة لكم تسندون إليها مهماتكم وتستشيرونها في مشكلاتكم، يطلعون على أسراركم، لأن العادة أن البطانة تطلع على الأسرار
وهل تفضي بأسرارك وأسرار الأمة التي أنت ولي عليها، هل تفضي بها إلى الأعداء؟ هذا لا يكون من شأن العقلاء، إنما يكون هذا من شأن المغفلين، من شأن المغفلين. أما العقلاء فإنهم أبدا لا يتخذون العدو صديقا مهما كان، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ثم ذكر الله سبحانه المحاذير التي في بطانة السوء، أولها لا يألونكم خبالا، يحفرون لكم دائما وأبدا مهما أمكنهم أن يكيدوا لكم، فإنهم لا يألون جهدا في مضرتكم ومضرة رعيتكم، لا يألونكم خبالا، لا يريدون لكم إلا الخبال، لا يريدون لكم الصلاح أبدا. لا تحسن الظن بعدوك ولا تنخدع به أبدا، لا يألونكم خبالا، كل ما سنحت لهم فرصة استغلوها في الكيد والدس للمسلمين، لا يلونكم خبالة. هذه واحدة. الثانية، ودوا ما عنتم، دائما يحبون الشيء الذي يتعبكم، ما عنتم يعني ما يتعبكم، دائما يريدون لكم التعب والقلق وانتكاس الأمور، لا يريدون لكم الراحة والطمأنينة، لا يريدون لكم الأمن والاستقرار. ودوا ما عنتم. الثالثة، قد بدت البغضاء من أفواههم، لا بد أن تظهر عليهم علامات الشر للمنتبهين. هم وإن تملقوا وإن حسنوا القول وتلطفوا، لكن يظهر الله علاماتهم على أقوالهم وفلتات ألسنتهم. فالفطن يعرف هذا، إذا تتبعهم عرف أنهم أعداء مما يظهر من أفواههم وكلامهم ومما يظهر من تصرفاتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم. الرابعة، وما تخفي صدورهم من العداوة والحقد أكبر مما يبدو على أفواههم، أكثر مما يبدونه، لأن قلوبهم تبغضكم. هؤلاء ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. وما تخفي صدورهم من الحقد والضغينة والبغض لكم أكبر. وإن تظاهروا بألسنتهم خلاف ذلك، قال الله جل وعلا قد بينا لكم الآيات، أي العلامات، بينا لكم الآيات أي العلامات الدالة على خطر هؤلاء. هذه الأمور كلها آيات وعلامات، لأن الآية معناها العلامة والدلالة. قد بينا لكم الآيات، لكن لمن؟ من الذي ينتفع بهذه العلامات وهذه الأدلة؟ من؟
إن كنتم تعقلون. إنما ينتفع بها العاقل الفطن، أما المغفل والمتغافل والمتساهل فهذا لن تفيده هذه الآيات وهذه الدلائل. وهذا واقع كثير من المسلمين مع الأسف مع العدو، منخدعون بهم، يأمنونهم ويتخذونهم وزراء ويتخذونهم مستشارين ويتخذونهم بطانة خاصة لهم، يمشون معهم ويقعدون معهم ويطلعون على معاملاتهم وعلى أسرارهم. الله جل وعلا حذرنا من هذا، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إنما ينتفع بالآيات العقلاء، أما غير العقلاء فلا تفيدهم هذه الآيات. ولهذا وقع كثير من المسلمين في كيد عدوهم بسبب أنهم لم يعقلوا شأن عدوهم على الحقيقة، اتخذوهم أصدقاء، اتخذوهم بطانة، اتخذوهم خاصة لهم، فأوقعوا بالمسلمين الوقائع التي لا تخفى. أما لو أن المسلمين حزموا أمرهم وعرفوا عدوهم ونظموا أمورهم واصطفوا البطانات الصالحة من المسلمين، من خواص المسلمين، ما هو كل مسلم يصلح بطانة، لكن الخواص منهم وأهل النظر وأهل العقول وأهل العلم هؤلاء هم الذين يصلحون بطانة، وأهل التجارب هم الذين يصلحون. والمسلمون ولله الحمد لا يخلون فيهم من هذه النوعيات. لو أن ولاة الأمور وأصحاب الشان لو أنهم حرصوا على التماس البطانة الصالحة المؤمنة لوجدوا ذلك. ثم بين العلامة السادسة أو العلامة السادسة فقال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. الذي لا يحبك هل ينصح لك؟ هذا محال. الذي لا يحبك إنما يلتمس لك الغدر والخيانة والدسايس. ها أنتم أولئي أيها المؤمنون تحبونهم، عندكم حسن ظن وعندكم حسن ظن في غير محله. حسن الظن مطلوب لكن في محله. أما أن تحسن الظن بعدوك فهذا حسن ظن ضار في غير محله. أنتم لا تحبونهم، قيل المراد تحبون المنافقين لما يظهر من إيمانهم. المؤمن يصلي ويصوم ويتعبد مع المسلمين فيحسبه المؤمن يحسبه مؤمنا، يحسب باطنه مثل ظاهره لا يدري. فأنتم تحبون المنافقين بسبب ما يظهر لكم من إيمانهم. وقيل المراد تحبون اليهود لما بينكم وبينهم من المصاهرة والرضاع وغير ذلك، تحبونهم من أجل الارتباط بينكم وبينهم، محبة طبيعية. وإلا المؤمن لا يحب الكافر، لكن هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية ليست محبة دينية. والظاهر والله أعلم أن المراد المعنى الأول، أن المراد المنافقين الذين يظهرون الإيمان فيخدعون الناس، يخادعون الله والذين
آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذه علامة من علاماتهم أنهم إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان، هذا دليل على أن المراد المنافقين، إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا خلى بعضهم مع بعض، خلوا عن المؤمنين ولم يكن عندهم أحد من المؤمنين، أظهروا العداوة وتدارسوا الكيد بينهم وبيتوا النية الخبيثة ضد المسلمين الذين اتخذوهم بطانة، فهم هذه البطانة إذا خلوا أظهروا ما عندهم من العداوة والحقد وجعلوا يخططون الدسائس للمسلمين الذين اتخذوهم بطانة واستنصحوهم، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من شدة الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعضون على أصابعهم من شدة الغيظ على المسلمين، والمسلمون مع الأسف اتخذوهم بطانة، هذا من العجائب. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، كما في الآية الأخرى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه سريرتهم، هم يجتمعون فيما بينهم، لهم اجتماعات ومنظمات سرية يجتمعون فيها ويتدارسون أوضاع المسلمين وكيف يكيدون لهم، ارتباط بعضهم مع بعض. المنافقون مع من يرتبطون؟ يرتبطون مع اليهود، المنافقون يرتبطون مع اليهود ويتآمرون على المسلمين. قال الله جل وعلا مخيبا لهم وأنهم لن ينالوا من المسلمين، إذا تنبه المسلمون لكيدهم وحذروا منهم فلن يضروهم. قل موتوا بغيظكم، الله كشف أسرارهم للمسلمين وفضحهم، فلم يعد أمرهم خافيا على من يريد الصلاح والإصلاح، أما الذي لا يريد الصلاح والإصلاح فهو شأنه، لكن الله لما فضحهم خاب سعيهم. آيات منزلة من عند الله تتلى إلى يوم القيامة في مكائدهم، فلا يمكن أن مؤمنا كيسا عاقلا إذا قرأ هذه الآيات أنه يحسن الظن بالمنافقين وباليهود أبدا. قل موتوا بغيظكم، أن الله فضح أمركم وكشفه للمؤمنين الذين يريدون طريق النجاة. إن الله عليم بذات الصدور، فأنتم وإن أخفيتم أمركم عن المسلمين وتملقتم فإن الله يعلم مكائدكم وسيكشفها ويفضحها علانية في كتابه الكريم. ثم بين سبحانه أيضا مكيدة من مكائدهم، أنهم يفرحون لما يضر المسلمين ويساءون لما يسر المسلمين، على العكس
إن تصبكم حسنة تسوهم. تصبكم حسنة، المراد بالحسنة هنا النصر على الأعداء، والمراد بها النعمة، والمراد بها الجدب، والمراد بها الخصب ونزول الغيث والبركات، هذه حسنة. إن تصبكم حسنة تسؤهم، تصبكم حسنة نصر على الأعداء أو نعمة من الله بإنزال الغيث وإخصاب الأرض بالمراعي والخير، هذا يسوء المنافقين واليهود، لأنهم لا يريدون الخير للمسلمين، حتى لا يريدون الخير من الله للمسلمين، لا يريدون أن ينزل من الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فلذلك يساءون إذا انتصر المسلمون، إذا أنعم الله على المسلمين وأرخص أسعارهم ووفر لهم النعم والخيرات، هذا يسوء المنافقين واليهود وسائر الكفار. تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم مصيبة، المراد وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، المراد بالسيئة هنا ما يصيب المسلمين من إدالة الأعداء عليهم بسبب ذنوبهم، الكفار والمنافقون يفرحون بهذا. وكذلك إذا أصاب المسلمين الجدب وانحباس المطر وغلاء الأسعار، هذا يسر المنافقين واليهود ومن على شاكلتهم، لأنهم لا يريدون الخير للمسلمين. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم أمر الله المسلمين أو بين للمسلمين ما يحل هذه المشكلة، بين للمسلمين ما يحل هذه المشكلة ويريحهم من كيد هذا العدو. وإن تصبروا، الصبر على المسلمين أن يصبروا على السراء والضراء، أن يشكروا الله عند السراء وأن يصبروا على الضراء. وإن أصابكم شيء فعليكم بالصبر، عليكم بالصبر وإصلاح أوضاعكم. وإن تصبروا وتتقوا، تتقوا الله سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا. فدل على أن المسلمين إذا لم يصبروا على ما أصابهم ولم يتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه أنهم يضرونهم، أن عدوهم يضرهم ويسلطه الله عليهم. وإن تصبروا وتتقوا، بهذين الشرطين الصبر والتقوى، فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العدو يضر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ إن الله بما يعملون محيط، يعلم سبحانه وتعالى سرائرهم ومخططاتهم وأسرارهم، فهم وإن أخفوا ذلك على الناس فإن الله محيط بها وسيجازيهم عليها، هذا وعيد شديد لهم، وفيه تسلية للمسلمين بأن يتوكلوا على الله سبحانه، لأنه محيط بكيد عدوهم وسيكفيهم إياه. هذا فيه تسلية وفيه حث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه بما يعمل الأعداء محيط وسينتصر لكم أيها المسلمون وسيدحضهم عاجلا أو آجلا. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول بتحريف القرآن ويدعي أن فيه آيات لم تكتب كآية الولاية، وهل يكفر بذلك؟ الله سبحانه وتعالى أخبر وهو أصدق القائلين بأنه حفظ القرآن من التحريف، وحفظه من التغيير والتبديل. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلن يستطيع أحد أن يحرف أو أن يغير أو أن يبدل هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين. القرآن محفوظ ولله الحمد بحفظ الله له، لن يستطيع أحد أبدا أن يناله بسوء. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري القرض الذي على شخص للبنك العقاري وأن أقوم بالتسديد أنا على التقسيط؟ لا، لا يجوز هذا. شراء القرض هذا شراء دراهم بدراهم، أكثر منها أو أقل منها، هذا ربا. فإذا كنت لست بحاجة إلى القرض، تقدم إلى البنك وأخبرهم، ينقلونه من اسمك إلى اسم غيرك، ليس ملكا لك تبيعه، وليس ملكا لك تبيعه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا ربا، وهو بيع دراهم بدراهم. نعم. يقول: إذا جاءتني الزكاة وأنا مقتدر، فماذا أفعل بها؟ هل أردها أم أتصدق بها؟ لا، رد على صاحبها. إذا أعطاك أحد زكاة وأنت لست محتاجا إليها، ردها إليه وقل: أنا لست بحاجة إليها، أعطها غيري ممن هو مستحق. نعم. يقول: صليت وعلى يدي شيئا بسيطا من الغراء، ما حكم صلاتي؟ إذا كان هذا الغراء قد ستر الجلد، تجمد على الجلد ولم يصل الماء إلى ما تحت الغراء، فصلاتك غير صحيحة، لأن وضوءك ما هو تام، ناقص. فعليك أن تزيل الغراء حتى يظهر الجلد الذي تحته، ثم تتوضأ من جديد، ثم تعيد الصلاة. نعم. يقول: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال، علما بأن بعض الدعاء أجازوا الاحتفال بعيد الميلاد؟ لا يجوز الاحتفال إلا بالعيدين الشرعيين، عيد الفطر وعيد الأضحى، اللذين جعلهم الله عيدين للمسلمين، ليس هناك عيد ثالث لا للأطفال ولا للكبار. فالذي يفتي بأن هناك عيد غير العيدين هذا مخطئ بلا شك، وهذا بدعة من البدع. نعم. يقول: هل الأضحية واجبة على الميت؟ على هل الأضحية واجبة على الميت أو من أحد من أولاده؟ عن الميت. عن الميت واجبة عن الميت؟ لا، ليست واجبة إلا إذا أوصى بها الميت. إذا أوصى بها الميت فإنها تكون واجبة، يجب أن تنفذ. أما إذا لم يوصي بها وإنما يتبرع من أحد أقاربه فهي مستحبة وليست واجبة. نعم. يقول: دخلت المملكة بالطائرة ونية الإحرام، ونيتي ألا أحرم بالطائرة، وأريد الإحرام من الميقات، لكن قدر الله علي أن تجاوزت محاذاتي للميقات بالطائرة دون تلبية ولبست الإحرام وذهبت إلى المدينة ولبيت من الميقات، هل علي شيء؟
إذا كنت أحرمت في الطائرة، تعديت الميقات وأحرمت في الطائرة، فإنك دخلت في العمرة بنية الإحرام، دخلت في العمرة. الواجب أن تكمل العمرة، ولو ذهبت إلى المدينة أنت محرم ولا ينفعك الإحرام من المدينة، لأنك محرم كما ذكرت في الطائرة بعد ما تعديت الميقات، فيكون عليك فدية، تؤدي العمرة ويكون عليك فدية، ذبح شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإذا لم تستطع تصوم 10 أيام. نعم. يقول: صليت أثناء السفر صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب، فعندما صليت ركعتين جلست حتى أتم الإمام الركعة الثالثة ثم سلمت معه، فهل فعلي صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فهل علي إعادة الصلاة؟ فعلك غير صحيح، لأنك تصلي خلف إمام مقيم ليس مسافرا، ومن صلى خلف إمام مقيم فحكمه حكم الإقامة، يكمل الصلاة ولا ينقصها، فلا بد أن تعيد الصلاة التي صليتها، التي قصرتها خلف الإمام المقيم. نعم. يقول: صليت إماما بالناس ونسيت آية من الفاتحة، وبعد الصلاة ذكرني أحد الإخوة وتأكدت بأنني لم أقرأ آية من الفاتحة، لكننا لم نعد الصلاة، فما حكم صلاتي وصلاة المأمومين؟ الواجب عليك لما ذكروك بعد السلام أنك قمت وأتيت بركعة، أنك قمت وأتيت بركعة بدل الركعة التي نسيت فيها آية من الفاتحة، لأنك تركت ركنا، فالواجب أنك لما ذكروك قمت وأتيت بركعة ثم سجدت للسهو. إذا لم تفعل هذا فيجب عليكم إعادة الصلاة كاملة، إعادة الصلاة كاملة أنت ومن خلفك. نعم. شخص استيقظ بعد صلاة الفجر في شهر رمضان وكان يضع علك في فمه ولها نكهة، هل شخص استيقظ بعد صلاة الفجر في شهر رمضان وكان يضع علك في فمه وفيها نكهة، هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إذا لم يبتلع شيئا من العلك وإنما مجرد مضغ في الفم ثم يلفظه فليس عليه شيء، أما إذا بلع شيئا من العلك، تحلل العلك أو تقطع وبلع شيء منه متعمدا، إذا بلع شيئا منه متعمدا فإنه يبطل صيامه، عليه القضاء. نعم. يقول: في بلادنا إذا زنى الزاني يسجن لفترة من الزمن، فهل السجن أو هل سجنه يعتبر توبة؟ لا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا البكر، وأما الثيب الذي قد تزوج وزنى فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه عليه الرجم، والسجن لا يكفي، وجميع العقوبات ما تكفي عن الحد الذي أوجبه الله سبحانه، لا بد من إقامة الحد. نعم. تقول: هل للولاء والبراء قواعد وضوابط شرعية؟ وما حكم من قال أنت حر فيما تعبد؟ الولاء والبراء من أصول الدين، وهو محبة المؤمنين وبغض الكافرين، هذا الولاء والبراء، محبة أهل الإيمان ومناصرتهم وبغض الكفار وعدم مناصرتهم، هذا هو الولاء والبراء. وأما الذي يقول إن الإنسان حر فيما يدين هذا كافر، لأن الله جل وعلا ما جعل الناس أحرارا في عباداتهم، وإنما أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، فليس هناك حرية في الدين، ما فيه إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى،
وعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالخلق كلهم يجب عليهم دين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي لا يؤمن بهذا كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول: ما حكم الذين يتشبهون بالكفار في كل شيء حتى في ملابسهم وأعيادهم وقصات الشعر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا تشبهوا باليهود والنصارى. قال: لا تشبهوا بالأعاجم، لا تشبهوا بالجاهلية. فلا يجوز التشبه بالكفار، لا في عباداتهم ودينهم، ولا في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عام. نعم. تقول: كيف نتعامل مع المنافقين والعلمانيين والروافض الذين أصبحوا بيننا في السكن وفي كل مكان؟ تعامل في أمور الدنيا بالبيع والشراء والتأجير لا بأس به، أما التعامل الديني لا، لا تتعامل إلا مع المؤمنين، لا تتعامل إلا مع المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. نعم. يقول: هل التبرك والتمسح بجدار الكعبة والعلماء من الأمور الجائزة؟ لا، ليس هذا من الأمور الجائزة، التبرك بالكعبة والتمسح بها أو بالمقام أو هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك واعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل من السنة كثرة الصيام في شعبان، وهل يكون يوميا أو يوم بعد يوم؟ نعم، من السنة الصيام أغلب شعبان، أغلبه لا يستكمل، وإنما يصوم أغلب شعبان، هذا هو السنة، مستحب. نعم. يقول: نحن طلبة في الجامعة ولسنا طلبة علم شرعي، فبماذا تنصحوننا وما هي الكتب التي نقرأها؟ صحكم بطلب العلم على المشايخ، إذا لم يكتكن الجامعة والنظامية فيها دروس شرعية تتجهون إلى المساجد في أوقات فراغكم، تدرسون في الجامعة وقت الدراسة الصباحية أو المسائية، وما بقي من الوقت تذهبون إلى المشايخ في المساجد وتقرؤون عليهم. نعم. يقول: من جاء من بلده للعمرة وأداها ولله الحمد ويريد أن يعتمر مرة أخرى، فهل يصح أن يلبس لباس الإحرام من مكان سكنه ويذهب إلى الميقات ثم ينوي العمرة، وما هو الصواب؟ لا بأس بذلك، مسألة اللبس لبس الإحرام أمرها سهل في أي مكان، لكن النية إن للعمرة لمن في مكة، نية العمرة لمن هو داخل مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى حدود خارج حدود الحرم، ثم ينوي ويلبي، ينوي العمرة ويلبي. نعم. تقول: ما حكم من يطلب الشفاعة من الحسن والفاطمة؟ الشفاعة إنما تطلب من الله، ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله، تقول: اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلب الشفاعة من الله أن يشفع فيك رسوله وأن يشفع فيك عباده الصالحين. نعم. تقول سماحة الشيخ: ولا تطلب الشفاعة من الأموات، ما تقول للميت اشفع لي، الميت لا يطلب منه شيء. نعم.
من صلى الفجر في الحرم ثم طاف حول الكعبة وعاد وصلى ركعتين، هل يشمله حديث من صلى الفجر في مصلى؟ نعم، هو لا يزال في المسجد، فإذا كان يريد الأجر وأن يبقى بعد صلاة الفجر في المسجد حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين ليحوز على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع أنه يطوف أو ينتقل من مكانه في المسجد إلى مكان آخر، لكن بقاؤه في مكانه واشتغاله بذكر الله أفضل من تنقله في المسجد أو في الطواف. نعم. ما حكم أكل القات؟ كل ما هو ضار من القات أو الدخان وأشد من ذلك المسكر والمخدرات كله محرم بالإجماع، كله محرم ولا يجوز. ما هو ضار يحل أو خبيث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ما ثبت أنه خبيث فإنه حرام، والقات من الخبائث، وكذلك الدخان من الخبائث. هذا الشيء لا يجادل فيه من عنده عقل وعنده علم. ظاهر خبث الدخان ظاهر على الجسم وعلى الرائحة وعلى صحة الإنسان، وعلى هو من الخبائث ومن الضار أيضا، فيه ضرر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. يقول شككت في الطواف، هل طفت 6 أو 7؟ فما حكم عمرتي؟ إن كان الشك وقت الطواف فإنك تبني على الأقل وتلغي المشكوك فيه، فإذا شككت هل طفت 6 أو 7 تجعلها 6 تأتي بال7. أما إذا فرغت من الطواف وليس عندك شك، وإنما طرأ الشك بعدما فرغت من الطواف، فلا تلتفت إلى هذا الشك. الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. نعم. في قريتنا عادة وهي أن الرجال يصافحون النساء، فما حكم ذلك؟ هذه عادة باطلة، لا يجوز للإنسان أن يصافح إلا امرأة من محارمها أو امرأة تحل له، وأما المرأة التي ليست من محارمها أو لا تحل له فلا يجوز له أن يصافحها. نعم. إذا أحدث الإنسان في الطواف ثم خرج وتوضأ وعاد، هل يبدأ من جديد أو يبني على ما سبق؟ يبدأ من جديد، لأن الطواف الأول بطل بالحدث وانتقاض الوضوء، فيبدأ الطواف من جديد. نعم. يقول عندي عامل يعمل عندي بمرتب شهري متفق عليه بيني وبينه وهو فقير، فهل إذا أراد السفر والعودة إلى بلاده يمكن إعطاؤه من الزكاة؟ إذا كان مسلما وفقيرا فلا مانع أن تساعده من الزكاة، لأنه من جملة الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهو فقير ومسلم تساعده من الزكاة. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وما معنى مصائب قوم عند قوم فوائد؟ أما قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، والله أعلم أنه يخلق المخلوقات، منها شيء نعلمه ونشاهده ومنها شيء لا نشاهده، كثير بلا نشاهده من علم الغيب أو من عالم الغيب كالملائكة والجن والروح وغير ذلك، أشياء ما نشاهدها وهي موجودة. هذا قول. والقول الثاني ويخلق ما لا تعلمون أنه سيحدث مراكب، لأن الآية في سياق المراكب، أنه سيحدث مراكب جديدة غير المراكب السابقة، كما حصل من الطائرات والسيارات والبواخر وغير ذلك. نعم. تقول هل على المعتمر طواف وداع؟ لا يلزمه طواف الوداع، وإذا طاف هو أكمل وأحسن. نعم.